ولمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا دكتورة غادة عامر وكيلة كلية الهندسة جامعة بنها. دكتورة غادة، تابعتي معنا اليوم افتتاح مصر الرقمية، كيف تري دلالة هذا الافتتاح وما حققته مصر في هذا المجال؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ومبروك للجميع. اللي حصل النهارده فعلا ده تحول غير عادي في الدوله المصريه، وطبعا مصر بقالها اكتر من 4 سنين مصره ان هي تكون متقدمه في هذا المجال اللي هو العصر المستقبلي اللي احنا بنعيشه بالفعل حاليا مع الثوره الصناعيه الرابعه. اللي حصل النهارده فعلا دي تكمله للخطه اللي انشئت من فتره كبيره، ويعني زي ما احنا شفنا مشاريع كثيره فتحت النهارده، والمشاريع ليها اكتر من محور، واللي يطمن الناس ان احنا مش بس ان احنا بنعمل اطلاق منصات او عملنا مشاريع قوميه، عملنا ربط قوي جدا بالكبلات الجديده، احنا كمان اعتمدنا على بناء المواطن المصري، وده ما سياده الرئيس قال النهارده انه مستعد يدفع تدريج يعني حوالي 12 مليار جنيه في تدريج 100,000 شاب مصري عشان يضمن ان الكوادر عندي موجوده. ضيف على كده انه مصر عامله تحالفات دوليه، والتحالفات دي في مجال التكنولوجيا هو ده الاساس دلوقتي. فطبعا اللي حصل النهارده ده فعلا بدايه الخطه وتنفيذ الخطه وتفعيل الخطه اللي مشيت عليها الدوله المصريه من فتره، من بدايه ما سياده الرئيس مسك. كمان بصي حضرتك الاهتمام بالبيانات، لما يكون عندنا قاعدات بيانات مؤمنه والرئيس اكد ان ما حدش يقرب بيها وموجوده عمق 15 متر تحت الارض، دي بتاكد ان احنا ماشيين في الخطه التحول الرقمي بشكل قوي وبشكل ثابت، يضمن ان انا عندي تكنولوجيا محليه، عندي ناس مدربين تدريب عالي، عندي كمان البيانات المؤمنه اللي هي اخطر حاجه في التحول الرقمي. فطبعا النهارده انا بعتبره عرس، وده هديه بعتقد دي هديه كبيره جدا بالنسبه لعيد الاضحى، ومبارك كل عام وانتم جميعا بخير. يعني انا شايفه كجزء بحب اشتغل في التكنولوجيا شويه، يعني طبعا الموضوع ده النهارده بالنسبه لنا اهداء كبير جدا ان احنا مصر بتنافس دوليا في هذا المجال. طب يعني هسال حضرتك السؤال تخصصي ضمن ما جاء في كلمه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، الحديث عن البنية التحتية الدولية داخل مصر، وقال إنها تنقسم لكابلات بحرية ومحطات إنزال، وشهدنا افتتاح وإنزال كابلات بحرية جديدة. أيضا تحدث عن أن هذا الأمر باستثمارات بلغت 1,100,000,000 جنيه. جذب الاستثمارات في هذا المجال، حدثينا عنه يعني بطريقه تخصصيه اكثر. شوفي، الاستثمار في هذا المجال بص ليه اكثر من شق، ليه شق ان مصر تكون قويه من ناحيه التحول الرقمي، ليه شق ان مصر اصبحت ممر رئيسي للبيانات على مستوى العالم. يعني الناس ما كتير جدا ما تعرفش ان اكثر من 90% من البيانات في العالم بتمر اللي بين قاره اسيا وافريقيا واوروبا بتمر من خلال الاراضي المصريه. فطبعا ده بيديكي تفرغ جغرافي، وده طبعا ربنا طبعا وصل للقياده السياسيه اللي كانت واعيه جدا لهذا الامر. لما تكون انت محور العالم في هذا التقدم التكنولوجي، يكون عندك البيانات 90% من البيانات، فانت كده ربطتي مع الناس كلها، ربطتي وعملتي تحالفات. وفعلا مصر بقى لها فتره بتعمل تحالفات، احنا عملنا 5 تحالفات الفتره اللي فاتت، وفي 5 تحالفات هتخلص 2025 بتكلفه تقريبا 600 مليون دولار امريكي. فانت متخيله اللي بيحصل؟ طبعا ده هيديني كمان بعد استراتيجي لافريقيا، بعد استراتيجي للدول اللي حوالينا، ده هيخلي فرص عمل جديده تنشا، هيثبت الاستثمار، لان انا المستثمر لما يجي يلاقي ثقه من العالم كله ان احنا عندنا مركز بيانات هنا، ده هيفتح الاستثمار ووظائف مختلفه، وهيخلي الجيل الجديد يشعر انه مصر موجوده على خريطه التقدم العالمي. يعني احنا مش دوله ضعيفه تكنولوجيا، ده احنا دوله قويه تكنولوجيا وعندنا ثقه دوليه ومكانه دوليه في هذا المجال. طيب الحديث ايضا عن شبه ربط فيما بيننا وما بين افريقيا في مجال التكنولوجيا، وكان ايضا تحدث عن اننا رقم واحد في الانترنت الثابت بالنسبه على افريقيا. طبعا وجود ان احنا يكون عندنا انترنت ثابت ده، من تفضلتي قلتي انه هيربطنا بافريقيا. كمان احنا عندنا القمر طيبه 1 اللي اشتغلنا عليه، وده ايضا بنتعاون فيه مع افريقيا، وده فيه برضه ايضا انترنت. شيء تخطط الدوله المصريه شغاله على اكثر من محور، وده يدل على الذكاء او التعامل الاستراتيجي في استخدام التحول الرقمي لربط دولتنا بالدول الاخرى، خاصه العمق الافريقي اللي هو اهم عمق عندنا، ومعروف جدا ان هم عمق كان يعني مهمش من فتره كبيره جدا. تعالي شوفي المشروع اللي اتعمل الفتره اللي فاتت اللي كان متوقف من اكثر من 20 سنه، يعني كان عندنا مشروع متوقف من اكثر من 20 سنه اللي هو بيسموه المسار الذهبي او مسار المرشدين، وطريق المرشدين.
الطريق ده خلال سنه واحده تم التعاون مع القوات المسلحه المصريه ووزاره الاشاره وهيئه قناه السويس، ودخل الممر الذهبي الخدمه وبدات الدوله تعتمد على الانترنت الثابت في هذا المجال. فطبعا بصي احنا بنتكلم على مشاريع بتمشي بسرعه وبتمشي بعمق، ومره ثانيه بايدي مصريه، ودي نحط طاقه، لان انا ما اقدرش ادعي ان انا افضل واحده وانا كل الحاجات دي بتاعتي، او انا اجيب ايدي خارجيه، ده كده انا مسلمه دوله تكريم خارجي. لكن الخطه المصريه ان انا يكون كل الحاجه بتاعتي، ولادي متدربين، عندي الادوات، عندي مراكز البيانات، رابطه مع الدول اللي جنبي، فانا كده بامن الدوله المصريه اقتصاديا وسياسيا وكمان امنيا. يعني انا اعتقد انا شايفاها، وانا قد النهارده سعيده بالاحداث اللي حاصله دي من ناحيه التكنولوجيا، لان كنا بنحلم بيه من زمان، يكون ثقل في هذا المجال اللي هو اصبح ضروره واصبح مساله ما فيش فيها حتى خيار، مش رفاهيه، دي مساله امن قومي. طيب عايزة برضو أتوقف معك، بما أنك من المتخصصين، يعني تابعت تجارب الشباب التي شاهدناها واللي استفادوا من المبادرة الرئيسية لبناء مصر الرقمية، تحدثوا عن مراكز إبداع مصر الرقمية ومدى مساهمتها في دعمهم، كيف ارتأيتيهم وارتأيتي ما حققوه ووصولهم إلى ربما يعني تكوين شركات قد لا يستطيع أي خريج عادي أن يكونها؟ دي حقيقة. احنا كان عندنا شباب من فترة كبيرة جدا، خلي بالك الجيل الجديد كله يعني مهتم جدا بالتكنولوجيا، ما كانش في فترة كبيرة الاقي حد بيسعى على الافكار بتاعته. الدولة المصرية من 2014 من اول ما عملت صندوق الابتكار والنوابغ، وبعد كده مراكز ابداع مصر الرقمية، وبعد كده دورات التدريبية اللي وزارة الاتصالات فعلا قايمة بمجهود رائع، والدكتور عمرو حقيقي قايم بخطة رائعة في تدبير تدريب كل المواطنين المصريين بكل فئاتهم، يعني سواء بقى امرأة رجل حتى السيدة اللي ما عندهاش خطة او ما عندهاش معرفة بالتكنولوجيا، عاملين لها حاجة اسمها مستقبل تك. يعني انا شايفه ان ده غير جدا مفهوم الشباب، كون الشاب يلاقي ان حد بيحتضنه بيبدا يبدع اكتر، لانه انا لما يكون عندي فكره ما اعرفش اسوقها، لما يكون عندي فكره ابقى عايزه مكان، لما يكون عندي فكره محتاجه اتدرب اكتر. فالدوله وفرت مراكز التدريب دي، مراكز التدريب دي بتكمل لي المنظومه البيئيه اللي تحتضن الفكره من فكره لحد التنفيذ. ده كان بينقصنا جدا في مصر، كان بينقصنا، وكان ده اللي عامل مشكله. وخلي بالك مراكز الابداع بقى ايه، مش بس في القاهره، ده في اسوان وهنا والسوهاج والمنيا، طب واسماعيليه والمنصوره والنصيله، يعني الدوله اصبح عندها فكر عمق لكل ابناء مصر. والمراكز دي يعني عايز اقول لك مرتبطه بكل اساتذتنا وكل العلماء المصريين، كل الناس مهتمين بيها وبيسعوا وبيدعموا فيها، فتلاقي في تحكيم للافكار دي من كل اساتذه المصريين على مستوى مصر، كل المحافظات. طبعا ده بيخلي الفكره تكتمل. مره ثانيه هي منفعه للجميع، منفعه للطالب اللي عنده الفكره او الشاب اللي عنده الفكره او الفتاه. دي في على كده اللي مساله امن قومي، ان انا اطلع شركات بتاعتي، الشركات دي تقدر تقوم وتتنافس دوليا، لان احنا لما بنشتغل في مراكز ابداع مصر الرقميه ما بنشتغلش على المستوى المحلي، بنشتغل على مستوى دولي، ستاندرد دولي، افكار دوليه. وعشان كده احنا بنعمل، الدوله المصريه عامله ماجستير وعامله دكتوراه وعامله تدريبات دوليه مع شركات دوليه عشان تؤمن ان الشباب دي بتاخد المعلومه باقوى ما يمكن ان يكون. طيب ما حققته يعني إطلاق منصة مصر الرقمية في التسهيل على المواطنين وفي يعني خروج خدمتهم بطريقة فيها شفافية، فيها يعني تسهيل، كيف ارتأيتيها؟ وهل ما زال أمامنا مزيد لتحقيقه في هذا المجال؟ بشكل حضرتك هنمسك الموضوع من شقين، الشق الجيل اللي هو جيلنا احنا وعصرنا فوق، فالجيل ده بتاعنا كان شويه متقبل فكره ان انا اقف طابور وانزل واستحمل، الجيل الجديد ما يقدرش يتحمل ده، الجيل الجديد اتعلم انه شايف العالم كله بيفتح بيطلع حساباته، بيطلع بطاقه من هو قاعد في البيت، بيشوف شهاداته، بيدفع المستحقات مثلا لو عليه فواتير، فالجيل الجديد كان عاوز ده، احنا للاسف كان دوت مش موجود عندنا، دلوقتي اصبح الشاب شايف ان احنا مش اقل من اي دوله حوالينا من دول العالم كلها، يعني انا بطلع شهاده الميلاد بتاعتي، بطلع بطاقتي، بطلع بطاقه التموين. في التحول الرقمي اللي حصل في مصر ده كان حاجه جميله جدا، من اهم حاجه عملها وحافظ على ثرواتنا محاربه الفساد زي ما انت قلتي، الشفافيه. يعني لما عملنا تحول رقمي مثلا في التموين، بطاقه التموين، طلعنا تقريبا مليون بطاقه ملهاش صحاب، طبعا بدات الفلوس تروح لمستحقينها، كل شيء بيروح لمستحقينه بما يرضي الله، طبعا وبعدين بحس انه عليا وعليكي وعلى الكل، احنا بنحس ان انا مطمئنه، خدماتي بتجيلي بطريقه سهله وواضحه، بدل ما الف كعب الداير واروح لفلان وعلان، لا،
الحاجات اللي بتحتاج بس مني انزل الحاجات زي الشهر العقاري اللي بتحتاج فيها التوثيق ان الشخص ده هو صاحب العقار اللي بتاع او الحاجه اللي بتاع، غير كده اصبح كله هيبقى تحول رقمي. التحول الرقمي في الدوله المصريه كمان عمل الشمول المالي، انه كان في ناس يعني عندها مشكله ان انا مش عارفه افتح حساب بنكي عشان ما عنديش اموال او ما عنديش امكانيه افتح، الدوله وفرت لهم عن كروت ميزه والتحول الرقمي، سهلت المعاملات الماليه المؤمنه ليهم بتضمن حقوقهم. فده كله انا اعتقد التحول الرقمي فاد الطبقه الفقيره والمتوسطه اكثر من كمان اللي هم في الطبقه المنشوره في الحياه. نعم، ويعني كما ذكر دكتور عمرو طلعت ان ساعد في اعطاء العماله غير المنتظمه، ساعد في ان يبقى عندي بيانات لعددها وبالتالي اقدر ان انا اعرف احتياجاتها في موضوع ازمه كورونا. فعلا كده، ده فعلا ده اللي حصل. كمان المنصه الرقميه دي اللي عملت برضه والتحول الرقمي اللي حصل في مصر لما الناس رجعت اثناء ازمه كورونا من بره، كان في مشروع ما اتعمل في الدوله المصريه درب الناس على الحاله باستخدام التطور التكنولوجي، ودربتهم فعلا منصه وزاره الاتصالات، عملنا مراكب النجاه برضه لما عرفنا الناس اللي كانت بتهرب زمان وبتغرق في البحر، بدات نعمل مراكب ليهم، مراكب النجاه عرفنا عددهم والدوله تحصرهم وتدربهم بحيث تحصرهم على وظيفه في مكان محترم في الدول اللي هم عاوزين يهاجروا فيها، يروحوا مكرمين معزين من غير ما يمروا بمراحل الخطيره. نعم. التحول الرقمي اللي ده عرفني المشاكل الحقيقيه، والدوله المصريه حطت قطعه على الارقام الحقيقيه مش الارقام اللي الناس كانت بتقولها او البيانات اللي مش حقيقيه. يعني هي ده اشار اليه من حيث التعامل مع مختلف الوزارات في مساله التحول الرقمي. دكتورة غادة عامر وكيلة كلية الهندسة جامعة بنها كنت معنا هاتفين، شكرا جزيلا لك.